محاولات وعمل تسجيل الاهداف، لكن الان في مباراه ثانيه، مباراه ظروف مختلفه. انا نقول ان الاهلي ربما ان نجح في المهمه، صح نعم نجح انه يخرج بالتعادل باقل الاضرار، لكن المباراه نعم. سجل ترجي ممكن نعم. الاهلي سجل. ظهر الاعيان بان سيد الحكم ادار هذا اللقاء بشكل احترافي ومميز. كريم فؤاد هو من حصل على الانذار وليس محمد عبد المنعم من قبل الاهلي المصري، وهناك مطالبه بان يحصل محمد عبد المنعم في الوقت البديل للضائع من الشوط الاول بانذار اخر والطرد ومن ثم الاقصاء. كانت هناك مطالبات عديده، ولكن وجب التنويه مشاهدينا الاعزاء بان الانذار الاول لم يكن للاعب محمد عبد المنعم من قبل الاهلي، بل كان لكريم فؤاد في الدقيقه 33. لا بأس أن نعرج قليلا على الحكم، حكم أدار اللقاء بشكل مميز كابتن طارق. الحكم اليوم حب يمسك المباراة، صفر كثير، لما تصفر كثير كسر الريتم، هي مباراة تعبان، زيد كسر الريتم الحكم، زيد كسر الريتم المباراة، في صفر كثير بصراحة، لأن هناك تدخلات، فما كرة في الكرة تدخلات، هنشوف الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني، فما تدخلات وفما قوة فما سفر كثير اليوم، حب مش هكا تسيطر على المباراة. أنا بالنسبة لي أنا ما كانش مستوى كبير الحكم. بالنسبة لمباراة الإياب، تعرفش أصعب مباريات الأهلي ضد الترجي في مباراة في القاهرة؟ حتى لما يفوز ما يفوزش بسهولة على الترجي، يا إما يتعادل يا إما 2-1 يا إما 1-1 يا إما 0-0، عديد المباريات. نعم. الأهلي فاز على الترجي في تونس 3-0 و2-1، لكن في القاهره مش مباراه سهله. يعني الترجي افضل خارج خارج طبيعي، الترجي مش مازامبي بتفوز عليه 3 خارج، بالعكس الترجي صعب خارج القواعد نتاعو. يعني بالنسبه لي انا 0-0 نتيجه جيده. تتحدث بعاطفه ولا بواقع؟ لا لا بالواقع، بالواقع هو لعب ضد الترجي في صعب انك تفوز على الترجي، ما سهل، ممكن الترجي تسجل ممكن. نعم 1-1 وبدا واضح بان الترجي لديه القدره هجوميا. انا يعني بالنسبه لي انا اللي شفته اليوم الاهلي بصراحه، اليوم الاهلي 90 دقيقه ما خلق ولا فرصه، وخلق ولا فرصه، ثلاثه مهاجمين مش موجودين اليوم. حتى وصل الميدان ضعيف جدا، خصوصا لما تلعب معها بقوه. نعم فهنا يخسر الكره بسرعه حتى في المناطق نتاعهم. لا نلوم على المدرب، انا ما بشيلهمش، ما خلاهمش يلعبوا، بالعكس خلاهم يلعبوا، خلاهم يخرجوا الكوره، خلاهم، لكن لما توصل للاعب خصوصا اللاعب توفيق او حتى امام عاشور يخسروها بسهوله، تضغط عليهم يخسروها بسهوله. ولهذا بالنسبه لي انا الاهلي هذايا ممكن الترجي يلعب معاه في القاهره، وممكن الترجي يقدم مباراه افضل، وممكن الترجي نعم. معناتها يسجل. نعم دعونا نذهب مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى للزميل نافع بن عاشور، معه ياسين مرياح بعد هذا اللقاء والتعادل السلبي بين كلا الفريقين الترجي والأهلي. مساء الخير، طبعا نعود إلى استاد رادس. التعادل السلبي 0-0 حسم قمة الذهاب بين الأهلي والترجي. جانبي قلب دفاع نادي ترجي ياسين مريح. ياسين 0-0 كما توقعنا قبل المباراة الذهاب، لن يبوح بأسرار نهائي مباراة الحسم ستكون في القاهرة. الترجي لم يتوفق في أخذ أسبقية تريح مباراة العودة، لكنه أيضا لم يخسر شيء في المقابل. أكيد النهائي تلعب على شوطين، تلعب شوط في تونس توا تعادل سلبي كما قلت، مازال الشوط الثاني اللي هو الأهم في مصر. إن شاء الله نكونوا حاضرين للمباراة الإياب باش نمشيو بمعنويات كبيرة إن شاء الله. تعرف الهدف في فرق في مصر، باش نحاولوا باذن الله غادي نعرفوا كيفاش نجريوا الماتش نتاعنا ونحاولوا نسجلوا. الترجي عنده ان شاء الله من الخير.
بداوا عندها من معناتها المسابقات القضيه هذيا تاع كيفاش تخرج بهم ماتشات هذوما. ان شاء الله باذن الله النهائي باذن الله التراوح البطوله ولا باب سويقه ان شاء الله. ياسين يعني الشوط الاول كان افضل للترجي هجوميا، كان افضل للاهلي، وضعكم في وضعيات صعبه، اصبح ربما تفكير في المحافظة على عذارة شباك في ظل عدم التوفيق في نسج هجومات خطيرة على دفاع الأهلي. أكيد تلعب ضد منافس معناتها عنده الخبرة الكافية في البطولة الإفريقية هذيا، ما تنجمش تجاز في 100%، سيرتو معناتها جاونا زوز كور اليوم كنا نجمو نحطوا واحدة منهم، ما يسالش نحاولوا نجسموا في الماتش الإياب. كما قلت شوط وتعدى مازال ما تلعب شيء، بالعكس معناتها تصور نحن عندنا الحظوظ الوافيه والحظوظ الاكثر باذن الله باش نتوجوا باللقب هذا ان شاء الله. وهذا ما لمسته حتى من جمهور اللي شجعكم بعد المباراه ياسين، وكانه ما عشتوه في ربع النهائي والتاهل اتى به الفريق من ابيجان ثم الفوز على سان داونز والتاهل من سان داونز، يعني خلى حتى الجمهور المحيطين بالنادي ما فيش غضب انه الفريق ما توفقش وما سجلش اليوم، لانه يؤمنوا اليوم صار في الترجي هناك ايمان بانه هذا الفريق في هذا الشكل التكتيكي في هذا الانسجام الدفاعي وتسع كلين شيت قادر انه يصنع الفارق خارج القواعد. اكيد جمهورنا مشكور على الدزه اليوم معنا، مي جمهورنا واعي ويعرف اللي عنده ثقه كامله للمجموعه نتاع الترجي تنجم تجيب البطوله ان شاء الله من مصر بالذات. باذن الله نحن باش نمشيو مركزين 100% ساقينا في القاعه نخدموا على رواحنا. عندنا هدف واحد ان شاء الله ربي يوفقنا ونتوجوا به ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق طبعا للفريقين وللافضل. تبقى معي طبعا الى جانبي عبد العزيز، الى جانبي كابتن رامي ربيعه. اهلا كابتن، مرحبا بك. طبعا اليوم كما توقعنا النهائي لم يبح باسراره ووضع مباراه الحاسم في القاهره بعد اسبوع مفتوحه لكل الاحتمالات. الاهلي خامس نهائي، الترجي طبعا منافس الاهلي والترجي تعودناها في قمه الكره الافريقيه، والاكيد وانه الحسم سيكون بعد مباراه تكتيكيه بالاساس اليوم. في البدايه احب اعزي احمد نوير صديقك وصديقنا يعني الغالي بقال الله ربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله، لان كان شخصيه محترمه، شخصيه كانت معانا وشخصيه انت اكيد اتعاملت معاه واحنا اتعاملنا معاه في النادي الاهلي، فكان شخصيه جميل. بعزي اهله وبعزيه ربنا يرحمه يا رب. زي ما انت قلت فيك بارك الله فيك رامي، لانه لحظات مؤثره عشت نهائيات اهلي وترجي غطيناها مع بعض، رحمه الله على احمد ويرزق اهله وذويه زميل صبر السلوان ونحن كذلك ان شاء الله. نعود للمباراه، زي ما انت قلت طبعا المباراه لسه في القاهره لسه ما اتحسمتش من هنا. فريق الترجي فريق محترم ومحترم، واحنا جمهورنا كان نفسنا نفرح الجمهور اللي جه النهارده ورانا، بس لسه زي ما انت قلت المباراه لسه فيها شوط ثاني في القاهره ان شاء الله نحاول نحسمها باذن الله في وسط جمهورنا، يبقى فرحتها بتبقى اكتر ان شاء الله، فنحاول نعمل اللي علينا باذن الله وبيع ربنا ان شاء الله. من نقاط قوه الفريقين في الدفاع ومرمى الفريقين لا يقبل اهداف في هذه المسابقه، صلابه دفاعيه الفريقين وترجمتها حتى هذه المباراه.